الكفار دي ربنا لعنهم لأنهم بيستحقوا اللعنة، لأنهم في الدنيا عادوا الله وعادوا رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب ربنا قال وأعد لهم سعيرا يوم القيامة، ربنا أعد لكل كافر جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. قال سبحانه وتعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، ما بيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها، بتصايحوا جوا جهنم وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. ربنا يقول لهم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ربنا أعد لهم جهنم. قال سبحانه وتعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وقال سبحانه وتعالى هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وكلمة أبدا دي لما تجي بتدل على التأبيد، ما في مرقة منها أبدا، ما في مرقة منها. ودي من الآيات التي فيها لفظة التأبيد، كما أيضا في سورة النساء وفي سورة الجن ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال سبحانه في سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها، خالدين فيها أبدا. فالآيات دي دلت على خلودهم على التأبيد، لأنه في آيات تانية في ناس فهموا منا أن الخلود ما على التأبيد، كقوله تعالى في سورة هود فمنهم شقي وسعيد، فمنهم شقي وسعيد. بالله شوف الآية دي ما بتخوف؟ الدنيا دي كلها الجن والإنس ما في واحد منهم يطلع من الاثنين ديل، بس فمنهم شقي وسعيد. قال فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. في ناس لما قروا الآيات دي ظنوا إنه خلود المشركين في جهنم خلود ما على التأبيد، لأنه ربنا قال إلا ما شاء ربك، قالوا الخلود ده إلى أمد. والصحيح إنه الخلود ده أبد الآبدين، ودي مصيبة يا أخواننا، ما في مرقة بس جوا في جهنم. ونادوا يا مالك، لما اشتد عليهم العذاب ونادوا يا مالك ده خازن النار. علماء التفسير قالوا بينادوا في مالك ألف سنة ما بيجاوب لهم، يا مالك يا مالك ألف سنة، بعد ألف سنة يديهم الجواب. قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون.
أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. الخلود في جهنم إلى الأبد. قال سبحانه: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. والقول ذا يا اخواننا هو قول اهل السنه، ومن المتصوف من كذب على شيخ الاسلام ابن تيميه، وكذب على العلامه ابن القيم، وقالوا انهم بيقولوا بفناء النار وهم كذبة. انما قول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى انه يقول بخلود المشركين في جهنم، ده الخالدين فيها ما عندهم مرقه ثانيه، كما نقل ذلك ابن القيم في كتابه الكلمة الطيب، نقل عن شيخه شيخ الإسلام، وكما نقل الإجماع على المسألة دي ابن حزم الأندلسي في كتابه مراتب الإجماع، وابن تيمية علق على الكتاب وانتقد ابن حزم في أي نقطة نقل فيها إجماع، الإجماع ده ما منضبط، ابن تيمية انتقده ولم ينتقده في مسألة القول بأن من دخل النار من المشركين خالد فيها أبدا، ما انتقد ابن تيمية. وأدلة كثيرة من كتب ابن تيمية تشهد على عقيدته العقيدة الصحيحة إنه من دخل جهنم من المشركين ما بيطلع منها، أما اللي بيطلع من النار هم عصاة الموحدين، مشرك بالله. ده أنا جايك لي في الآيات لقدام، ده ما بيطلع، لكن يخرج منها عصاة الموحدين، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جهنم، حديث طويل، ثم قال فينادي، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما المؤمنون يقولوا يا ربنا إخواننا، في واحدين قاعدين إخواننا هناك، وقالوا إخواننا بناء على الاتفاق في العقيدة يا إخواننا، قالوا إخواننا لأنه العقيدة واحدة، لكن عندهم معاصي وذنوب دخلتهم جهنم، سرقة أو خمر أو فواحش أو كذب أو غيبة أو نميمة دخلتهم جهنم، لكن لما كان عقيدتهم سليمة المؤمنون في الجنة قالوا إخواننا كانوا يصلون معنا، دل ما تاركين صلاة، لو تارك صلاة ده ما بيمرق قبلوا، قالوا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، فينادي الرب سبحانه فيقول أخرجوا من النار، أمشوا طلعوا بشفاعة، أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ده عنده إيمان لكن إيمانه ضعيف، وخذ بالك إيمانه ده ما فيه شرك، إيمانه ضعيف بس توحيد نظيف لكن ضعيف، خلاه يرتكب المعاصي وخلاه يفرط في الطاعات، يقول لهم أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال خردلة من إيمان، يمشوا يطلعوا يجوا، وأخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يطلعوه، ده اللي بيطلعوا بشفاعة المؤمنين. بعد ذاك فيقول ربنا سبحانه شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم تبق إلا رحمة رب العالمين، فيأخذ أقواما من النار فيدخلهم الجنة لم يعملوا خيرا قط، دل عندهم عقيدة وما عملوا خير أصلا، دخلهم الجنة برضو، دل بيطلعوهم من جهنم بعد أن صاروا حمما، يعرفوا الحمم فحم، بقوا زي الفحم، ومكتوب على جباههم الجهنميون، يطلعوهم في نهر اسمه نهر الحياة، يدخلون فيه يتنظفوا ثم يدخلون الجنة، ولا يبقى داخل جهنم
إلا المشرك. عشان كده ده ربنا قال وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. بالله يشوف دي حارة كيف، لا يجدون وليا، زول بيواليهم يقف معاهم ماف، ولا نصيرا زول بينصرهم ماف. قالوا فما لنا من شافعين، زول بيشفع لنا ماف، ولا صديق حميم صاحب مافي. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. ربنا قال إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. ما في، هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ ما بنلقى لنا شفعاء يشفعوا لنا، أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. كل ما في لا بترجع تاني، رجع ما في. قالوا ربنا أخرنا إلى أجل قريب، أخرنا رجعنا تاني الدنيا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. ربنا يقول لهم أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. ما في مخرج. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها، اسكت، اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي، ده في الدنيا زمان، يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا قال فاتخذتموهم شنو؟ سخريا، استهزأوا بهم، استهزأوا بهم. قالوا أهذا الذي يذكر آلهتكم، دل النبي صلى الله عليه وسلم، أهذا الذي يذكر، دل بيتكلم في آلهتكم، قال بيقول لا بتنفعنا لا بتضرنا، وسفه أحلامنا وطعن في ديننا وجهل آبائنا وكفر أبواتنا، أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. دل اللي كانوا بيستخفوا استخفاف واستحقار، يقول لك يا أخي أنت عندك رأي في الأولياء؟ أيوة عندي رأي فيهم. وين الأولياء؟ هم زادوا ديل؟ ديل أولياء؟ ديل ما أولياء، ديل شياطين يا زول. بيقول لك أعبدني، ده ما شيطان؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ده بيقول لك أعبدني، ده الشيطان يا أخي. أعبد ربك أنت، أنت أنت اللي بوديك لي ولي صالح شنو ولا ما صالح؟ بوديك له شنو؟ أنت ما محتاج له أصلا يا أخي. ربنا قال لك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أنت محتاج له فكي؟ وفكي وسخان سايو، أنت قال عنده حاجة هو؟ ما عنده أي حاجة. زول قاعد في خلوة، راس ماله سبحة، راس ماله كله سبحة بس. ويجي يقول لك ده قريب من الله. قريب منو؟ قال لك والقرب وشنو؟ وفيها قريب كيف؟ وما ابقى قريب انا وراي؟ ما انا ابقى قريب براي. وربنا يتقرب للعباد، ينزل الى سماء الدنيا ثلث الليل فينادي هل من داع فاستجيب له. ربنا بنادينا، خدت بيننا وبينه حجاب؟ ما في حجاب بيننا وبينه. قال هل من داع كل ليله فاستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. ده الله بنادي العباد. وانت ده يخاطي لك فكي بينك وبين الله؟ زيح الوسخان كده بالعنادي الله طوالي، زيح وغادي. فديل بيسخر من المؤمنين في الدنيا. هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. شكد هناك ربنا قال إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. قال فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون.
إني جزيتهم اليوم أنهم هم الفائزون. انت بعدها بطريقتك. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم شايف زولك وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. واحد بقهقه فرحان ومبسوط في الدنيا وبيأذوا المؤمنين ها؟ وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم ده يوم القيامة بعدين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. بتنقلب بعدين الحكاية بعدين. اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك. يعني هم متكئين على الأرائك بتاعتهم ينظرون بعين الإدلاك بغادي. هل ثوب الكفار؟ هل وجدوا عقوبتهم؟ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ عشان كده يا أخواننا هناك نرجع لآياتنا اللي بنتكلم عنها. ربنا سبحانه وتعالى قال عن المشركين ديل إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار. بالله يشوف النار دي يمشي فيها بوشه بوشه. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا. معلومة المشكلة وين؟ يا ليتنا أطعنا الله في الدنيا وأطعنا الرسول. والسبب الخلاهم ما يطيعوا الله والرسول شنو؟ قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا. ديل الجماعة الدقوا فينا المقلب. إنا أطعنا سادتنا أسيادنا السادة السادة وأنا عبدا لكم نادى. أنت قال لك طيعهم منو؟ منو قال لك طيعهم؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لك وإن تطيعوه يعني النبي صلى الله عليه وسلم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أطيع النبي يا أخي. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ديل ياتم ديل اللي بيسمعوا كلام الله وبيعملوا فيها ما سامعين. يا أخي أنت تخلي كلام الله وتخلي كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتباري لك كلام دجال قصايد. الناس دي دينه قصايد دينه قصايد وحكية وحجونا وابويا الشيخ قال وطار ومرك شنب وبر القبر وكراع وبرا. ده دين؟ ده دين؟ حجوني؟ وحكوا لي؟ وقالوا انه الشيخ ده بيتصرف؟ قالوا؟ قالوا بتاع شنيخ. الله يهديك يا اخي. تندم بعدين وحيث لا ينفع الندم. تندم بعدين. كويس؟ إنا أطعنا قالوا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة. في الوقت ذاك بيقولوا ربنا آتهم ضعفين من العذاب. بيقولوا يلا دبل لهم. والغريبة الكلام ده انت الحقيقة دي لو وصلت لها في الدنيا كان بتنفعك. لو وصل للحقيقة دي الليلة انه الشيخ ده دق فيه المقلب ويلا زيدوا دي تاني دي لو فهمها هسه بتنفعه. لكن يفهمها بعدين ما بتنفعه. اصلا بيستفيد منها. كويس؟ قالوا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرة ولعنهم لعنا كثيرة. وده كله ما بيستفيدوا منه شيء. لأنه هناك لما قالوا ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار ربنا قال لكل ضعف. ما ديرك براهم انت عندك حقك وداك عنده حقه. لكل ضعف ولكن لا تعلمون. ولذلك يا أخواننا الإنسان يدبر القرآن. ربنا سبحانه وتعالى قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القلب ده مقفل يتدبر كلام الله ويتدبر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أنت بتخرج من المأزق اللي اسمه التصوف تمرق منه وتبقى حر تعبد ربك على الكتاب والسنة
وعلى فهم السلف الصالح أنا أترك باقي الوقت لشيخ مزمل.